حياكم الله. إذا ما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي، يأتيكم من قناة الرافدين. استبعدت اللجنة القانونية النيابية إقرار الموازنة في جلسة الاثنين المقبل لمجلس النواب الحالية. وقال نائب رئيس اللجنة محمد عنوز إن الحصول النصاب القانوني لعقد جلسة إقرار الموازنة يوم الاثنين المقبل غير ممكن بسبب سفر نحو 100 نائب إلى الحج وغياب 100 آخرين بشكل مستمر لأسباب مختلفة. ورجح عنوز استمرار عمل البرلمان وتمديد فصله التشريعي إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك من أجل عودة النواب وإقرار الموازنة بعد العيد. أكدت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن دولة الكويت تعمل على التعاون مع الصين لإحياء مشروع ميناء الخليج الضخم المعروف باسم ميناء مبارك، الذي يهدف إلى أن يكون مركزا تجاريا رئيسا في الطرف الشمالي من الخليج. وجاء إحياء المشروع بعد نحو 10 سنوات من توقف البناء، حيث تأثر بخطة العراق الطموحة لإنشاء شبكة طرق وسكك حديدية بقيمة 17 مليار دولار لتعزيز التجارة في المنطقة، والتي تشارك فيها أيضا تركيا وقطر والإمارات بعيدا عن الكويت وفق الوكالة. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الأجنبية خلال الأيام التي فتحت بها المزاد في الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار، لتتجاوز أكثر من 5 مليارات دولار خلال شهر أيار الماضي. في غضون ذلك، أكد خبراء اقتصاديون أن مبيعات البنك المركزي في شهر أيار الماضي بلغت 5.8 مليار دولار، وهو مبلغ كبير، يعني أن 70% من الإيرادات النفطية استخدمت لتغطية استيراد القطاع الخاص وسفر المواطنين، وهو ما عدوه أمراً مقلقاً، لأن ذلك يعني بأن الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي العراقي قد بدأت مسارها التنازلي. كشف نائب وزير الاقتصاد الإيراني محمد رضواني عن أكبر الوجهات التصديرية لبلاده، وبيّن أن العراق احتل المركز الثاني بعد الصين. ونقل موقع ميدل إيست نيوز عن رضواني قوله إن قيمة التجارة الخارجية لبلاده هذا العام بلغت 25 مليار و280 مليون دولار، مبينا أن صادرات إيران غير النفطية شهدت زيادة بنسبة وصلت إلى 3.8% في الشهرين الأولين من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. انخفضت صادرات العراق من النفط الخام إلى كوريا الجنوبية خلال شهر نيسان الماضي بمعدل 3.1%. وقالت شركة النفط الوطنية الكورية إن العراق جاء رابعاً بعد السعودية والإمارات وأمريكا كأكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية لشهر نيسان الماضي بواقع 7,749,000 برميل، منخفضاً عن الشهر الذي سبقه حيث بلغ 8 ملايين برميل. لأن هذه انتقال سريع مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.